الجهة الثالثة أيضا لها عنوان الجهة الثالثة لم يكن عراق نقاط كانت تبوك ولم يكن شام. لم يكن عراق كانت تبوك ولم يكن شام. أولا مكة والمدينة كانتا تحت السلطة المسلمين والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الطبيعي أن يذكر أو أن يذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه لهما بلحاظ الأرض وبركات الأرض وعطائها، وأيضا بلحاظ ساكنيها وعدم صدور الفتن منهم ووقوعهم فيها. إذن مكة والمدينة كانت تحت سلطان المسلمين ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن الطبيعي أن يذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه لهما بلحاظ الأرض وبركات الأرض وعطائها وبلحاظ ساكنيها وعدم صدور الفتن منهم ووقوعهم فيها. فيقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. ثانيا فيه أليف وباء. أليف: قد ثبت أن تبوك كانت من أرض الشام، فبلحاظها يكون من الطبيعي جدا أن يصدر دعاء بالبركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: اللهم بارك لنا في شامنا. إذن تبوك كانت أيضا تحت سلطان المسلمين والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أليف قلنا قد ثبت أن تبوك كانت من أرض الشام وكانت تحت سلطان المسلمين والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فبلحاظها يكون من الطبيعي جدا أن يصدر دعاء بالبركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: اللهم بارك لنا في شامنا. ففي صحيح مسلم كتاب الفضائل معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر. هذه أيضا من موارد الجمع. يقول: حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائه، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. عبارة، أنقل العبارة مع التحفظ على ما يوجد من معنى، تحتاج إلى تأويل أو إلى رفض. يقول: فسبهما النبي، يعني يوجد في بحث السب وذكرنا سابقا حتى اللعن والزجر أيضا يدخل تحت عنوان السب العام. يقول: فسبهما النبي، من الراوي؟ مسلم في صحيح مسلم. يقول: فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. التفت جيدا، لما يكون الخليفة الأموي الخليفة السفياني من نهجه من سلوكه من طبيعته من أخلاقه من يراقب الناس من الشقوق كما يفعل وفعل الحكم، أو يستخدم الفحش والكلام البذيء فضلا عن باقي أنواع السب، فبالتأكيد مثل هذا يوجد الكثير من وعاظ السلاطين الذين يعتبرون هذا من أولياء الأمر ومن الأئمة الاثني عشر، فطبعا سينسبون في الأحاديث ويدسون في الأحاديث ما ينسب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصرف بتصرفات تشبه تصرف هذا الفاسق أو ذاك الضال. هذه ليست بغريبة.
يقول فسبهما النبي، لاحظ لم يكتفي هنا، يقول فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر غزير حتى استسقى الناس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. لاحظ هنا الأرض المباركة، هذه الأرض التي باركها الله، أين؟ في تبوك. هنا يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. التفت جيدا أيضا إشارة هنا لمن؟ للمارقة، لجماعة الأمرد، جماعة الإله الجسم، لجماعة الأسطورة والخرافة. التفت جيدا إلى ما قال مسلم، يوجد شواهد، عشرات الشواهد ربما تصل إلى المئات أو الآلاف، تدل على أسطورية وخرافة ما يقولون. التفت ماذا قال؟ قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر أي غزير حتى استسقى الناس. ليس فقط هذا، ليس فقط هذه الثمرة، جرت الماء بماء منهمر، لا، ترتب على هذا أكثر. يقول بعد هذا يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ما هو السبب؟ لماذا جرى الماء، جرت العين بماء منهمر حتى استسقى الناس؟ ولماذا سيرى بعد ذلك قد ملئ هذا المكان جنانا؟ ما هو الفعل الذي حصل؟ التفت جيدا، فقط حصل فعل هنا، لا يوجد أكثر من هذا، فقط حصل مس هنا، لا يوجد أكثر من هذا. ماذا حصل؟ ماء مس جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المارقة، لا يوجد تأويل، يوجد دعاء في هنا؟ هل دعا النبي بشيء؟ لم يدعو بأي شيء، لا يوجد دعاء حتى تقول نحتاج إلى النبي والنبي يدعو فيتحقق وتتحقق الاستجابة. هنا لا يوجد دعاء ولا يوجد وضوء، وإنما يقول قد غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها. التفت جيدا، فقط قد غسل يديه ووجهه فقط، وفقط صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم به وفيه يديه ووجهه وانتهى الأمر، أعاد الماء فجرت العين بماء منهمر. وأيضا قال ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، هذه هي بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي بركة جسد النبي، هذه هي بركة يد النبي، هذه هي بركة وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلام الله عليك يا رسول الله. أقول إذا المورد الشاهد هنا، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم قد ملئ جنانا يناسب مع الدعاء للشام، اللهم بارك لنا في شامنا. أي المناسبة هنا أنه ترتب على هذا الدعاء بأنها قد ملئت جنانا. التفت جيدا، إذن ماذا عندي قرينة هنا؟ القرينة هنا بأن تبوك هي من أرض الشام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستملأ جنانا، فيناسب أن يدعو لتبوك ويأتي الدعاء بعنوان الشام لأنها من الشام، وهي كانت تحت سلطان المسلمين وتحت سلطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باء، تكون المسألة أكثر ثبوتا ووضوحا بلحاظ تيماء التي تقع بين المدينة المنورة وتبوك، وتيماء أقرب للمدينة، وتقع تيماء جنوب شرق تبوك، وتبعد عنها بحوالي 265 كيلومتر، حيث ثبت كون تيماء من أرض الشام وليست من أرض الجزيرة،
وذلك بلحاظ ما فعله الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه لما أجل اليهود من الجزيرة إلى تيماء وأريحاء أو أريحاء، فبالأولوية القطعية تكون تبوك من أرض الشام. عندي شواهد أليف مسلم الجهاد والسير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. الشاهد الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يروي هذا يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز تطبيقا لما ذكرناه في الحديث السابق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من وصية النبي لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هنا يقول أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر أو على أهل خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقرهم أي يتركهم بها، ليقرهم أن يتركهم أي يتركهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها أو فأقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء أو أريحاء. هذا في البخاري المزارعة، وفي البخاري فرض الخمس، وفي مسلم المساقات. الشاهد الثالث البخاري الشروط عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما فدعا أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر هذا المتحدث الآن الذي يعترض على الخليفة، قال كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. هذا اليهودي يقول فقال كانت هذه هزيلة، هذا الشخص قلنا أو ذكر في الرواية قال أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال كانت هذا ابن أبي الحقيق يقول كانت هذه هزيلة من أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر كذبت يا عدو الله، فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. الشاهد الرابع سنن أبي داود، في المصدر عندي تسلسل 3034 في تسلسل 3034. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك أشهب ابن عبد العزيز قال مالك عمر أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء. لاحظ يقول عمر رضي الله عنه أجلى مالك يقول عمر
أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي أي ليست من الجزيرة من بلاد الشام، يقول لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى إنما لم يجد من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب، كما في سنن أبي داود جزء 3 والمهذب في اختصار السنن الكبيرة جزء 7.